بعمله اول حاجه بجيب المخ وبغسله كويس جدا جدا زي ما انت شايف كده عم احمد، بجيب المخ من عند الجزار بتاعي وبغسله كويس جدا جدا، وبحط ميه سخنه بتغلى على النار فيها بصلايه وعود كرات وعود كرفس ومعلقه صغيره ملح وخل وفلفل وكمون، يغلوا معايا مع بعض الكلام ده كله، البصل والكرات والكرفس والخل والملح والفلفل والكمون، وهو بيغلي كده اروح منزله المخ واعد من 1 لـ10، بكون مجهزه بميه بتلج، خدي بالك انا بديله صدمه عشان الزفاره وعشان يمسك نفسه بميه بتلج، بديله الصدمه دي قدامي كده في ميه سخنه بتغلي فيها بصل وفيها كرات وكرفس وخل وملح وفلفل وكمون، جاهزه كده بدات تغير لونها وتشمع كده وعد من 1 لـ10، هتروحي مطلعاها مصفياها ومنزلاها في ميه بتلج عشان تاخد الصدمه كده قدامك يا عم احمد. تاخد صدمه كده قدامك وتسيبيها تبرد على معاك.